هو انت اللي هتمثل ولا انا؟ بعدين يا حبيبي الشيطان ده ما بيننا من الاول. اهلا، واضح انا بسنت النبراوي. العرايس افضل اسرح شعرهم بقى. بصي، اغرب عاده عندي ان انا بقشر الخوخ، يعني الناس بتاكله كده بقشره، انا مش عارفه هي عاده غريبه يعني ولا لا، بس اغلب الناس بتاكله بقشره وانا بقشره لان جسمي بيقشر جدا. بصه، مامتي اللي بتقولهولي. كتير قوي. يوم ما اشتغلت في مسلسل الوصية، ده كان أول مسلسل أعمله في حياتي، أول مرة أقف قدام الكاميرا، كان أحلى حاجة في حياتي. اسمه المضيفة 13، بما إني أنا كنت مضيفة طيران، للكاتبة مروة جوهر. أوصل للعالمية يعني، بتمنى من ربنا طبعا. شكرا، واضح.